جنة خضراء بين الحرمين، الوادي الذي أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وغير اسمه من وادي غبرة إلى وادي خضرة، وهو فعلا كما سماه عليه الصلاة والسلام. وتتعجب كيف في هالمنطقة الصعبة والحرة الوعرة يقع هذا الوادي، أحد روائع الطبيعة في السعودية، وادي خضرة، حيث العيون تتفجر والواحات تتكون، ولا صوت هنا يعلو على صوت خرير الماء وصوت الرياح وهي تداعب سعف النخيل في منظر بديع لا يكاد يوصف. لا إله إلا الله، الله يجمع إني مذهول مما أرى. ما شاء الله تبارك الله، جنة الخضر فعلا على اسمه خضر. ينابيع الماء لا تتوقف على مدار العام صيفا وشتاء في وادي خضرة القريب من بلدة الأكحل في محافظة وادي الفرع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.